أنا عمو للطفل محمد محمود، لسه هو عمره 7 سنوات. من شي سنة لاحظنا إنه إجره غير نظامية، حركته غير نظامية، فأخذته إلى عدة دكاترة عصبية وعظمية. أحد دكاترة العظمية قال لي يا أخي معه انشداد وتر، أخذناه على المشفى، طلب منا عمل جراحي، عملنا له عملية جراحة بفخده، واخذناه عملنا له معالجة فيزيائية بعد العملية، فما في نتيجة. أخذته على دكتور عصبية طلب مني صورة طبق محوري، عملنا له طبق محوري قال لي يا أخي معه تكلس دماغي، فوصف لنا دواء فيتامينات أرجنتين وباين تروبين بالضبط، أخذناه كمان ما في نتيجة. بعد منها من شي شغلة 10 أيام أو 15 يوم لاحظنا إنه إيده اليمنى كمان نفس العملية، صار وضعها كمان سيء. فذكر لي دكتور بسرمدة، أخذته لعنده، الدكتور طلب مني صورة رنين مغناطيسي، فرنين مغناطيسي مكلف، ربما يكلفني 70 أو 80 دولار أو 100 دولار، وأنا وضعي المادي والله لا يسمح بهالشي هذا. فما لي إلا لجأت المؤسسة أورينت الإنسانية، سجلنا دور وآمين إن شاء الله يعمل لي إياه مجانا، والله يجزيهم خير. اليوم بتاريخ 6/9/2022 رجعنا الطفل محمد السوي 7 سنوات بالمركز الشعاعي قسم الرنين المغناطيسي في مؤسسة أورينت الإنسانية بحاجة لصورة رنين دماغ. بعد إحالتي من طبيب مختص قمنا بإعطائه دور مناسب لحالتي. اليوم حضر بموعده المقرر، تم تخديره من قبل مختص التخدير في المؤسسة وإجراء الصورة اللازمة، ونحن مستمرين في أورينت الإنسانية بتقديم خدمات التصوير الشعاعي مجانا للتخفيف من معاناة أهلنا المدنيين في الشمال السوري المحرر.